وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته من دعا بدعوته واتبع سنتهم بإحسان إلى يوم الدين. المرة الماضية كنا في الصفات السلبية شرحنا منها وصلنا عند قول الشيخ رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلمه إن شاء الله. ثم تليها خمسة سلبية، يعني تلي الصفة النفسية. الخمسة السلبية هي القدم بالذات، فاعلم والبقى قيامه بنفسه ملك التقى. نحن تكلمنا عن عن القدم وعن البقاء. ايه اللي باقي في الصفات السلبية؟ باقي القيام بالنفس، باقي المخالفة للحوادث، وباقي باقي الوحدانية. دي الصفات السلبية. وقلنا ان تسميتها بالسلبية نسبة الى نسبة الى السلب، يعني لان مدلولها سلب امر، اي عدم امر لا يليق بذاته تعالى، او معنى سلبية. وقلنا ان هذه الصفات بمثابة الكليات او او الامهات. يعني لماذا اقتصروا على خمس؟ والسلوب يعني التنزيهات، نفي النقائص، هذا لا نهاية، يعني غير كثير جدا، يعني غير محصور في الخمس. فاقتصروا على الخمس لكونها تستلزم ما عداها من صفات السلوب التي وردت بها الآيات والأحاديث. إذن هي مستلزمة لما عداها، يعني ما عداها لازم لها. فإذا نفينا الخمس يلزم من ذلك نفي ما عدا هذه الخمس. إذا هذه الخمس إما بمثابة الكليات، يعني الأصول، أو الأمهات، أو المهمات، يعني هي أهم خمس، فنفيها يستلزم نفي ما عداها، وليس الاقتصار على خمس للحصر، ليس للحصر، وإنما لكونها تستلزم ما عداها. طالما مسألة الأخذ باللازم أو الاستلزام هذه غير كافية في مسائل التوحيد، لأنه لو أخذنا بالاستلزامات إذا حنكتفي مثلا بصفة واجب الوجود، فواجب الوجود يعني معناها قديم ومعناها مخالف وما إلى آخره، فهذا لا يكفي، لأن المسائل فيها خطورة، فيجب الدليل على كل واحدة، ولا يكفي الاستلزام العقلي. ونحن نتبع ما جاء به الشرع، كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مجمل وإثبات مفصل، وبنفي المجمل وبنفي المفصل. يعني ننزه الله تعالى إجمالا عن كل ما يلي، وتفصيلا بالتفصيل الذي قامت عليه الدلائل العقلية والأدلة النقلية، هذا في الإثبات، وكذلك في النفي. فلا نأخذ بأن هذا يستلزم هذا أو أن هذا يترتب على هذا، إلا لا نأخذ إلا صفة واحدة أو صفتين، والباقي نأخذه بطريق الالتزام العقلي. الخمسة السلبية اللي هي بمثابة الكليات أو المهمات أو أو الأمهات، وليس على سبيل الحصر. واضح؟ وبعضهم قال انها، هذا رأي ثاني، قال انها على سبيل الحصر، يعني هي محصورة في خمسة. لكن هل هذا صحيح؟ ان ارادوا ان الكليات نعم، وان ارادوا الجزئيات فهي غير محصورة في الخمسة. يعني الكليات خمسة، يعني اصول السلب خمسة، ما عداها مندرج تحتها. اذا هذا كلام صحيح، يعني ان قلت ليست محصورة في خمسة صحيح، وان قلت غير
محصور يعني ان قلت بالحصر او بنفي اذا ان قلت بنفي الحصر يعني تتبع له الجزئيات فهي ليست محصورة فيها ولكنها اكثر من ذلك. وان قلت انها محصورة يعني ايه امهات او اساس السلب ايه خمس ايه صفات وما عداها مندرج تحتها. فهذا وجه للقول بالايه بالحصر. وقلنا انه الخمس اللي هي السلبية خلاص والقدم صفة ايه نفسية والبقاء من السلبية ولا من النفسية من السلبية خلافا لمين للمعتزلة جعلوا قدم صفة نفسية وجعلوا البقاء صفة نفسية لانه عندهم القدم ما هي الصفة النفسية اللي هي عندنا الوجود عندهم القدم معناه الوجود الازلي يعني هي الوجود بس الوجود الازلي والبقاء معناه الوجود المستمر. يبقى رجعت صفة القدم عندهم صفة نفسية لانه معناها ليس زائدا على الوجود ولكن الوجود الازلي والبقاء الوجود الابدي. يبقى البقاء عندهم هي نفس الوجود والقدم هي نفس الوجود يعني عندهم ثلاث صفات نفسية لانها لا تدل على معنى زائد على ايه على الذات ولكن اعتبار باعتبار ان الوجود ازلي لم يسبق بعدم فيسموه هنا ايه القدم وباعتبار انه غير ملحوق بعدم فيسموه البقاء وباعتبار انه نفس الذات يسموه ايه الوجود. واضح. ثم بعد ذلك وصلنا الى ايه القيام به القيام بالنفس. خلاص كده هنبدأ الان في القيام بالنفس. قال الشيخ رضي الله تعالى عنه وثالث الصفات السلبية قيامه تعالى بنفسه بمعنى سلب الافتقار الى المحل او المخصص. خلاص كده الجملتين دول لو فهمناهم فهم منضبط فهم سليم الذكير كبير. قيامه بنفسه يعني استغناؤه عن الغيب عن كل ما سواه. ولذلك هنا حيتكلم اول حاجة في الباء بيقولوا اظهر الاحتمالات الموجودة انه الباء دي بنفسه وهنتكلم عن النفس يعني ايه معنى النفس مأخوذة من ايه من التنفس ولا النفس اللي هي الروح. نتكلمنا عن انها لها كم معنى خمس معاني الذات والجسم والدم والروح والعين وانتظمت في بيت شعر وذكرنا. يبقى قيامه بنفسه يقول اظهر الاحتمالات في الباء انها للآلة ده من معنى اللغوي انه قام بنفسه يعني استغنى بنفسه اي ان غناه بنفسه لا بغيره ولا باكتساب فهو اذا من قبل نفسه او معنى ايه الباء. الباء هنا يبقى معناها ايه للآلة لكن بعضهم قال لا الباء معناها او الباء بمعنى في يعني معناها ايه غناؤه استغناؤه تعالى في نفسه يعني هو مستغن في نفسه عن ايه كما انك تقول الدار في نفسها تساوي كذا الدار بنفسها كذا قيمتها كذا ايه معنى بنفسها يعني ايه في ذاتها في ذاتها تساوي قيمتها ايه كذا. اما ان تكون للآلة وبعضهم يعني استقبح او يعني استنكر كلمة ايه في الآلة يعني لانه في مساعدة فيها ايه معنى الآلة وانما حتى لا يتعدى لازم يبقى في تعدي يبقى الباء او اللام او في
يعني ضاقت العبارة زي ما قالوا كده وجوده من ذاته او بذاته، بعض قال الباء بمعنى ايه من، ولكن هل هنا بمعنى التعبية اي ان الذات اثرت في ايه الذات؟ لا، وانما بمعنى انه مستغن عن ايه عن غيره. فقالوا ضاقت العبارة، فالعبارات هنا الباء تنوب عن الفاء والباء تنوب عن اللام، المهم معناها ايه انه غني، الغنى ايه المطلق، او معنى ايه الباء معقب بنفسه، يعني في نفسه او هو نفسه كده من غير باء ومن غير حاجة، يعني ذاته مستغن عن غيره. طيب نفسه هنا هل هي من التنفس، يعني كل ما يتنفس او ما فيه حياة يقال له ايه له نفس؟ فبعضهم رفض او لم يرضى بان تفسير النفس بالنسبة لله تعالى، اذا قلنا اذا اطلقت على الله تعالى قالوا معناها الذات، وبعضهم قال لا هي مشاكلة، يا زي وجزاء سيئة ايه سيئة، كما وقع في قوله تعالى بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ها ولا اعلم ما في نفسي، قالوا اطلقت النفس على الله تعالى من باب المشاكلة، يعني ولا يطلق المعنى الحقيقي على الله تعالى كما هو عند مين؟ عند سيدنا عيسى عليه السلام. لكن احنا نقول كده على ما هو كلام الجمهور، ومعناه ان النفس المراد بها ايه الذات، ويجوز اطلاقه على ذات الله تعالى باعتبار انه من النفاسة وليس من التنفس او من الشيء الذي فيه ايه فيه حياة، وقد جاء به النقص، قال تعالى سيدنا موسى ايه واصطنعتك ايه لنفسي، وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وفي الحديث المشهور يا عبادي اني حرمت الظلمة على نفسي، وكل هذه النصوص وغيرها ليس فيها مشاكلة، المشاكلة واقعة فعلا في قوله تعالى تعلم ايه ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، يعني وقع هذا اللفظ في مشاكلة في لفظ آخر، لكن معنى هذا غير معنى هذا، كما قال تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا، لا يسمى رد العدوان إيه؟ عدوانا، وكذلك لا يسمى جزاء السيئة سيئة إلا من باب إيه؟ المشاكلة، كما في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وقع في مشاكلة في لفظ إيه؟ آخر. بعضهم منع اطلاق النفس على الله تعالى من هذا القبيل، وقال انما وقع في القرآن الكريم من باب المشاكلة، ليست النصوص كلها اللي في الكتاب والسنة فيها مشاكلة، انما المشاكلة في ايه في آية واحدة ايه فقط. اذا النفس اذا كان بمعنى التنفس ممنوع، وان كانت من النفاسة يعني معناها كأنك تقول أنه مثلا إيه أغلى شيء عندك أو أعظم شيء أو أنفس شيء من النفاسة، يعني طبعا إلهك أو ربك أو معبودك هو أنفس ما لديك وأغلى وأعز من هذا المعنى، وإن كان فيها كده يعني شيء يعني قالوا إطلاقها عليه تعالى من النفاسة لأنه اللي هو من التنفس ده مستحيل عليه، لكن ما في داعي نقول لا من النفاسة ولا من التنفس، نقول نفسه هي هو فلا شيء سواه، يعني نفسه يعني ذاته أفضل إيش. ولذلك الشيخ فسره قيامه بنفسه أي بإيه بذاته. يبقى إذن قال ابن عرفة ولا نسلم امتناع إضافة الشيء لنفسه لصحة قولهم نفسه وذاته،
يعني بعضهم قال كيف لما نقول في نفسك يعني في ذاتك، وكأننا أضفنا الشيء إلى نفسه، والإضافة تقتضي تغاير في المضاف والمضاف إليه، ما ينفعش نضيف الشيء إلى إيه؟ إلى ذاته. قال لا، النفس هذا من المشترك الذي يطلق على ما له حياة وغيره، خلافا لمن قال إنها إنما تطلق حقيقة على ما له حياة، يعني هذا غير مسلم به. يبقى نفسه يعني إيه؟ يعني ذاته. قوله بمعنى، ما معنى قيامه بنفسه؟ يعني سلب، هنا صفة سلبية، سلب الافتقار، يعني سلب الاحتياج الى ايه؟ الى المحل، والى ايه؟ والى المخصص. اول شيء اتكلم عن سلب الافتقار بالنسبة لله تعالى، انه غير مفتقر الى ايه؟ الى محل او الى ايه؟ الى مخصص. اول شيء سلب الافتقار الى المحل. المحل المراد بايه؟ والمخصص المراد بايه؟ هنا يقول سلب الافتقار الى المحل، المخصص فسره اللي هو ايه؟ المخصص اي المؤثر الموجد، غير مفتقر يعني الى علة، الى موجد، الى مؤثر فيه. صح. وبعدين سلب الافتقار الى المحل يعني الذات، يعني غير مفتقر الى ذات، معنى كلمة محل مش الى مكان. ليه بقى؟ لانه سلب الافتقار الى المكان ده جاي في الصفة الثانية اللي هي المخالفة للحوادث، لانه لكونه تعالى مخالفا للحوادث هننفع عنه المكان والزمان والحاجة ده جاي فين؟ في صفة المخالفة. انما القيام بالنفس ده لو كان معناه سلب الافتقار الى المكان، يبقى معناها نستغني بصفة المخالفة للحوادث عن ايه؟ عن القيام بالنفس. يفهم كده، هيتضح لك الفرق بعد قليل. يبقى اذا سلب الافتقار الى المحل، ايه المراد بالمحل؟ الذات. وما المراد بالمخصص؟ الفاعل المؤثر الموجد، كله بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. واضح ولا مش واضح؟ ما الان بفسر لك كلمه كلمه عشان نفهم فهم ايه دقيق. يبقى معنى انه تعالى لا يفتقر الى محل، اول حاجه ليس معناها المحل المكان، والا هاكل فيه المخالف الحوادث، انما معناها غير مفتقر الى محل يعني الى ذات، لا بمعنى مكان، لأنه منفي أي المكان بصفة المخالفة للحوادث. واضح؟ طيب هنتكلم المراد بالمحل يعني الذات التي تقوم بها الصفة. يبقى إيه اللي هو مفتقر إلى الذات؟ ليست الذات مفتقرة إلى ذات، المفتقر إلى الذات اللي هي الصفات. ولكونه تعالى ذاتا ولها صفات لا يفتقر إلى ذات، لأنه لو افتقر إلى ذات لكان إيه؟ لكان صفة. واضح؟ والصفة إيه؟ تقوم بالذات، ولا تقوم الصفة بإيه؟ بالصفة. أو معنى كلمة غير مفتقر إلى إيه؟ الى محل، اي الى ذات يقوم به قيام الصفة بموصوفها. فلانه لو افتقر الى ذلك لكان صفة لا ذاتا. وضحت كده دلوقتي؟ اذ الذات لا تقوم بالذات، او معناه دسل الافتقار. نقولها ثاني، سلب الافتقار الى محل
اي للتاريخ المفصل كلمه كلمه جمله جمله. سلب الافتقار الى محل يعني الى ذات. هل الذات تفتقر الى ذات تقوم بها؟ لا، انما الذي يحتاج الى الذات هو ايه؟ الصفات. ذاته تعالى مستغنية عن محل اي عن ذات. ليه؟ لانها ليست صفة وانما هي ايه؟ هي ذات. لان الذات لا تقوم بالذات لكونه تعالى صفة. محال اذ لو كان صفة لاستحال قيام الصفات الثبوتية. يعني لو كان تعالى صفة وليس ايه؟ ذاتا، هيستحيل قيام الصفات الوجودية به اللي هي العلم والإراء اللي هي صفات المعاني. إذا قال هيستحيل قيام الصفات الثبوتية ولم يقل يستحيل استحالة الثبوتية اللي هي المعاني. أما الصفات السلبية لا يستحيل لأنها تقوم بالمعنى. ايه اللي يقوم بالذات؟ صفات المعاني. اما الصفات السلبية ممكن تقوم بالمعنى كالبياض ليس بايه؟ بسواد، او في ايه؟ سلب في معنى، يعني ليس بسواد قائمة بايه؟ بالبياض، والبياض هو ايه؟ هو صفة. فتقوم الصفات السلبية لانها عدمية تقوم بالصفات، انما المعاني وجودية فلا يقوم المعنى بالمعنى إذا كان وجودي، أما إذا كان سلبي يقوم. وفيه في المسألة دي فيها شيء مهم، وهو الرد على إيه؟ النصارى في مسألة الأقانيم. لأن الأقانيم الثلاثة عندهم يقولون إيه؟ الأقنوم الأول اللي يقولون هو الأب، لا الأول هو الوجود، والأقنوم اللي هو الابن هو العلم، والروح القدس هو الحياة. فنرد عليهم، ما وجه الحصر في هذه إذا كان صفات، ما وجه الحصر في هذه الثلاثة؟ يعني هيقولوا إيه؟ حصروا الذات الإلهية في ثلاث صفات. إذا خذ بالك إحنا قلنا الذات الإلهية غير مفتقرة إلى محل يعني إلى إيه؟ إلى ذات. أما الذات الإلهية عند النصارى الوجود صفة، وهي ثاني والعلم والحياة دول صفات. فهنا حيفتقروا إلى إيه؟ إلى محل. شوف هنا حيفتقروا إلى محل يعني إلى ذات، ما هنا عن صفات. أما بالنسبة لإحنا عندنا إيه؟ ذات، مش عاوز افتقار إلى محل. حنسألهم قبل ما نقول لهم مسألة الافتقار دي، نقول لهم لما حصرتم، ما وجه الحصر في الأقانيم الثلاثة يعني في الصفات الثلاثة الوجود والعلم وإيه؟ والحياة. حيقول كذا لأنه يترتب أو لا يكون الخلق والإبداع إلا بها. نقول لهم أيضا القدرة والإرادة يتوقف عليها الخلق والإبداع، يعني الخلق صحيح متوقف على الوجود، متوقف على الحياة، ومتوقف على إيه؟ على العلم، فهو متوقف ايضا على القدرة. وهم مش مدخلين القدرة فين؟ في الاقانيم، في الصفات، وهم قالوا ثلاثة، ومش مدخلين الارادة. ده بل اللي حيتوقف عليهم الخلق كام؟ تسعة. مفروض النصارى يقولوا بايه؟ بتسعة مش بثلاثة، انه الوجود قلنا وتاخد من الصفات السلبية كام؟ اربعة، وتاخد من المعاني أربعة، يبقوا كام؟ وهذا الوجود واحد، أم السلبية أربعة تسيب الوحدانية، يبقى هم خمسة، هتاخذ من المعاني أربعة اللي هم إيه؟ العلم والحياة والإرادة والقدرة، أربعة، يعني الخلق والمعجزة مش هتوقف فقط على الثلاثة، هتوقف على ثلاثة، فهذا بطلان كلام. بدليل أن ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح قال النصارى حيارى متناقضون، إن جعلوا الأقانيم صفات امتنع أن يكون المسيح إلها. والمسيح بيجعله أقنوم، مش بيقول واحد من ثلاثة، هو ذات، هو ذات وله صفات كمان،
يبقى يمتنع ان يكون اله. وان قالوا انها ذوات وقعوا صراحة في التثليث ان الله ثالث ايه ثلاثة، هيقعوا كده صراحة في الشرك. فنأتي نقول لهم هم يقولون ان معبودهم لما اسألهم هو ايه يقولون هو جوهر، يعني يطلقون النصارى الجوهر على الله. نقول كيف تطلقون عليه جوهر وهو مركب من ثلاث صفات؟ يعني الجوهر ده معناه ليه كم تعريف؟ الموجود القائم بنفسه، او الذي له حيز، او الجزء الذي لا. المهم يعني ايه الجوهر ده؟ ليس الجوهر زي زيد مقامه، من زيد هو الجوهر والباقي كله اعراض صفات. فهم حصروه في صفات ثلاثة ويقولون انه جوهر، فكيف ذلك والجوهر غير الصفة؟ فيرد ويقول ايه انه جوهر ليس بالمعنى الذي، وانما جوهر يعني من النفاسة، من الشيء الذي له قيمة، الشيء النفيس من الجوهرية، من النفاسة. او معنى جوهر ايه عندهم اذا هنا ايه، او معنى هنا قيام قيامه تعالى بنفسه، يعني هو سبحانه وتعالى مستغني عن ايه، مستغني عن اول حاجة. المعنى قيام بنفس يعني استغناؤه تعالى او سلب الافتقار الى ايه، الى المحل. لسه احنا في المحل، لسه ما وصلناش عند ايه، عند المخصص. جبناء على هذا وصلنا عند ايه، انه تعالى لا يفتقر الى محل، يعني الى ذات. ليه؟ لانه تعالى ذات وليس صفة، لان الصفة هي التي ايه تفتقر الى المحل الذي تقوم به. فلو افتقر الى ذلك، يعني لو افتقر الى محل لكان صفة لا ذاتا، اذ الذات لا تقوم بالذات وانما تقوم بها الصفات. لكن كونه تعالى صفة محال، اذ لو كان صفة لاستحال قيام الصفات الثبوتية. يعني هل العلم يقوم بالعلم او يقوم بالقدرة؟ بحيجتمع التناقض منها. والارادة به تعالى، اذ الصفة لا تقبل صفة اخرى تقوم بها، والا لزم الا تخلو عنها او عن مثلها او عن ضدها. يعني حيلزم قيام العلم بالعلم وقيام الجهل بالعلم، حيلزم قيام الصفة وقيام ايه ضدها او مثلها، ويلزم مثل ذلك في الاخرى. ما هو الصفة اللي قائمة بها احتاج لها صفة ثانية، وهكذا. اذ القبول امر ايه نفسي، وهذا الامر في ايه دور، وفي ايه وفي تسلسل. فهمنا معنى نفي او هذه من الصفات السلبية فتنفي او تسلب عن الله تعالى ان يفتقر الى ذات، لانه ايه لانه ذات. خلاص واضح كده؟ يبقى اذا لما نأتي ونقول نفسر كده القيام بالنفس بمعنى سلب الافتقار الى المحل والمخصص، مخرج للجوهر والجسم لانهما وان لم يفتقر الى محل اي ذات يقومان بها قيام الصفة بالموصوف، فهما مفتقران الى المخصص الذي اوجدهما بالصفة التي هما عليها بعد ان كانا معدومين ومفتقرين الى محل اي مكان. هنا فسر المحل بمعنى المكان، ومفتقرين في بقاء ذاتهما الى الامداد كجميع المحدثات الى الافتقار الى العزيز القهار. وان الاشياء، خد بالك من التقسيم ده، وان الاشياء بالنسبة الى المحل والمخصص اربعة، يعني الموجودات يعني بالنسبة الى المحل والى المخصص كام؟ اربعة. اول شيء قسم غني عنهما، يعني غني عن المخصص، وعرفنا عن المحل وعن المخصص اللي هو ايه الذات، والمخصص يعني الفاعل والايه والمؤثر.
قسم غني عنهما وقسم مفتقر إليهما وقسم مفتقر إلى المخصص دون المحل وقسم موجود في المحل ولا يفتقر إلى المخصص. الأول إيه؟ ذات الله تعالى. والثاني العرب. والثالث الجر. والرابع صفات الله تعالى. طيب فسرنا الآن المحل بمعنى إيه؟ معنى الذات. وأما المحل بمعنى المكان فهو داخل في صفة إيه؟ المخالفة للحوادث. لما نأتي إلى هذا التقسيم ذات الله تعالى، خد بالك هنا في المضبوطة ومسمى مستغني عن إيه؟ عن المحل وعن المخصص. المحل يعني الذات لأنها ذات، والمخصص يعني الموجد أو المؤثر أو الإيه؟ أو الفاعل. أما صفات الله فمستغنية عن المخصص لا عن المحل. شو كده؟ ذات الله في ذاته ايه؟ صفات. الذات مستغنية عن الايه؟ عن الاثنين. والصفات مستغنية عن ايه؟ عن المخصص. لا ليست مستغنية عن المحل، ان محل الصفات هو ايه؟ هو الذات. ثاني ذاته تعالى مستغنية عن المحل والمخصص معا، اما صفاته فمستغنية عن المخصص لا عن المحل. دي اقول واضحه ولا مش واضحه؟ ها واضحه. طيب لماذا لا نقول، ما دامت هي واضحه، لماذا لا نقول ان الذات الصفات مفتقره الى الذات؟ هذه العباره وان كانت صحيحه، لان الصفات لا تقوم بنفسها انما تقوم بالذات، ولكن لانه في اهان كانه الا ومعلول او احتياج، خلاص كده. فلاجل هذا العباره ايه؟ ممتنعه لما فيها من الاهان. فهمت الحته دي؟ فلا نقول الصفات مفتقره او محتاجه الى الذات، ما نقولش كده، لانه هذا فيه ايه؟ فيه اهانة، معناها كانه الصفات دي ايه؟ ممكنة او محدثة، معناها كده. فلا نقول ذلك لانها ايه؟ قديمة وقائمة بايه؟ بالذات. اما ذوات الحوادث، خد بالك التقسيم ده مرة ثانية. ذاته تعالى مستغنية عن المحل والمخصص. وصفاته مستغنية عن المخصص. وليست عن المحل، بس لا نقول هي مفتقرة أدبا، خلاص؟ طيب وصفات وذوات الحوادث، إذا احنا عندنا الذات الإلهية والصفات الإلهية، الذات مستغنية عن الإيه؟ عن المحل والمخصص، والصفات مستغنية عن المخصص. طيب وذوات الحوادث مفتقرة إلى المخصص. ذوات نحن مفتقرة إلى الإيه؟ المخصص بمعنى الفاعل الموجد المؤثر. طب وصفاتنا، يبقى هنا ذوات الحوادث مفتقره الى المخصص، وصفات الحوادث مفتقره الى المحل والى المخصص معا. افهم دي تاني. ثاني اول حاجه ذاته تعالى مستغني عن ايه؟ طب وصفات نقول محتاج، احنا قلنا بنبدأ يعني نقولها، قول مستغنية عن ايه؟ لا الخطأ هنا مش مستهل. الذات مستغنية عن المحل والمخصص، والصفات مستغنية عن المخصص لا عن الايه؟ المحل. ليه؟ لان الصفات لا تقوم بنفسها، لكن لا نقول انها محتاجة او مفتقرة حتى لا توهم العبارة معنى اخر فاسدا. نأتي بالنسبة للحوادث أي للمخلوقات فنقول ذوات الحوادث مفتقرة إلى إيه؟ إلى المخصص. ما ينفعش نقول مفتقرة إلى المحل، وإلا حتقوم أنت بذات واحد ثاني، إلا إذا كان المحل بمعنى المكان.
خلاص عشان فهمت كده العبارة. لو كان بمعنى نعم قلنا المحل، انت ما فهمتش المحل يعني معناه الذات، والمخصص معناه المؤثر، والموجد والفاعل معناه كده المؤثر الموجد الفاعل، واضح؟ طيب بالنسبة لذات الله وصفاته مفهوم الكلام، أما بالنسبة لذوات الحوادث وصفاتها يفهم دي فهم يعني ذوات الحوادث مفتقرة إلى إيه؟ إلى المخصص، مش هنقول إلى المحل إلا إذا كان المحل بمعنى المكان، ده موضوع ثاني مثل ما رحنا لكليه. يبقى ذوات الحوادث مفتقرة إلى المخصص، وصفاتها مفتقرة إلى المحل وإلى المخصص معا، ففقر أو افتقار أو احتياج المخلوقات ذاتي. إذا احتياج المخلوقات ذاتي، وإذا ما أردت أن تتعرف أو تتحقق فقرك الذاتي علمت، إذا تذوقت كده وفهمت علمت أن فقرك ذاتي ولا حول لك ولا قوة إلا بالله تعالى. ولذلك قال ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه قال إيه؟ قال فاقتك، الفاق يعني الفقر، فاقتك لك ذاتية، يعني أنت من ذاتك مفتقر، وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي منها، والفاقة الذاتية لا ترتفع بالعوارض، فقرك ذاتي. إذن فلا قدرة لك على شيء، ولا أنت قائم، يعني إذن محتاج في كل أمرك، ولا تنفس ولا حركة ولا كلام ولا أي شيء، إلا إيه؟ لا حول، معناها إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. كده جايز نقول عشان ذوات الحوادث مفتقرة إلى إيه؟ المخصص، وصفاتها مفتقرة إلى إيه؟ الاثنين مع بعض. لأنه لو كانت الصفات مفتقرة إلى لا لو كانت الصفات بتاع الحوادث مفتقرة فقط إلى إيه؟ إلى المحل، وليست مفتقرة إلى المخصص، حيكون الإنسان خالق أفعال نفسه. يبقى حتى والله خلقكم وما إيه؟ وما تعملون كده. إذن القسمة إيه؟ واضحة ومعتدلة، مفهوم؟ بس لا ماذا حد قال كده؟ قال خالق لأفعال نفسه به بقدرة أودعها الله أو خلقها الله فيه، ولولا أنهم أرجعوا هذه القدرة المودعة أو القوة المودعة إلى أنها من خلق الله لكفروا أو لاستوى قولهم مع ما تقول، ما لأنه ما أثبت خلق النفس وخلق الذات، خلق المخصص ما أثبت الاحتياج إلى المخصص فجعله هو المخصص. ولكن احنا قلنا الصفات يعني بتاع ايه من ضمن صفاتك؟ افعالك، مش كده؟ افعالك دي ناتجة عن صفاتك، وافعالك ليست ذاتية، ده محتاجة الى مخصص ومحتاجة الى ايه؟ الى محل اللي هو ذاتك. يبقى ذاتك هي اللي مش محتاجة الى محل لانها ذات، واما صفاتك فمحتاجة الى الايه؟ يبقى اذا صفاتك لست انت فاعل لها، وإلا ما كانت تحتاج إلى مخصص بمعنى فاعل. أظن كده إيه؟ واضح الكلام، اللي مش واضح يقول موضحه. أما خلاص كده إذا يلزم مثل ذلك في الأخرى التي وهكذا، ثم يكون الكلام نحن بالموضوع. وهكذا إذ القبول أمر نفسي لا بد أن يتحد بين المتماثلين أو المتماثلات،
وهو محال لما يلزم عليه من اتصاف الصفة بمثلها او بضدها او بخلافها. يعني ايه معنى الكلام اللي قلناه ده؟ هو شرح لكونه تعالى مستغن عن ايه؟ عن المحل. عن المحل، ما احنا شرحنا معنى قائم بنفسه يعني مستغن عن حشين، عن المحل وعن المقصر. ما زلنا في شرح عن الايه؟ عن المحل. ليه؟ لانه لو كان مفتقر الى محل لكان صفة هو ايه؟ وهو ذات. وحيلزم من كده هذه الامور التي قلناها، قيام ايه؟ يستحيل قيام الصفات الثبوتية به تعالى لو كان صفة. في هذه الحالة لا يقوم به العلم ولا يقوم به القدرة وهكذا. وحيلزم حاجة ثانية، حتقوم الصفات به بالصفات، والصفة لا تقبل صفة أخرى تقوم بها. وإلا لجن لو قامت الصفة بالصفة، إما أن تقبلها مثلا تقوم بها، أو تخلو عنها أو عن مثلها أو عن ضدها. ويلزم في ذلك إيه؟ من باب اتحادنا دي صفة ودي صفة، وهذه لها إيه؟ صفة أخرى قائمة بها، وهذا محال. حيلزم عليه اتصاف الصفة بمثلها أو بضدها أو بخلافها. إيه معنى الكلام؟ يعني حيلزم عليه أن يكون العلم عالما، والعلم صفة، والصفة تقوم بالصفة. فيقال ما الذي يقال إنه عالم؟ الذات ولا العلم؟ يقال عن الذات أو يقال الله تعالى عالم، ولا يقال عن العلم إنه عالم. ده الكلام ده لو كان يحتاج إلى محل، عشان حيكون في هذه الحالة إيه؟ صفة. لو كان يحتاج إلى محل لقامت الصفة بالصفة، وإذا قامت الصفة بالصفة حيكون العلم إيه؟ عالم. وحيكون إحنا قلنا بمثلها العلم عالم، أو بضدها إذا العلم حيكون جاهل، أو بخلافها إذا العلم حيكون قادر. وكيف ذلك؟ لأنه في تعدد في الصفات ولا تعدد في الذات. وقلنا إنه تعدد الصفات لا يضر التوحيد، وإنما الذي ينافي أو يخالف التوحيد هو تعدد الذوات. لأن الصفات مهما تعددت فهي إيه؟ راجعة إلى إيه؟ إلى محل واحد وهو الذات. ذا النصارى لما كفروا ما كفروا في الحقيقة بإثبات الصفات، ولكنهم بإثبات ذات، لأنه مستحيل عقل أنهم تقوم الصفة بنفسها. فرجع الأمر إلى كون هذه الصفات التي يسمونها صفات إنما هي في الحقيقة ذوات. والله تعالى طبعا لا يمكن الكلام ده يعدى على رب العالمين. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول قالوا إن الله ثالث إيه؟ ثلاثة. لكن نحن لما قلنا الله رحمن ورحيم وقدوس وأثبتنا الصفات الكثيرة، هل عددنا؟ ما فيش تعدد. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله، جئنا في توحيد. الكلام نحن غير كلام مين؟ كلام النصارى. واحنا قلنا من البداية أنه تعالى قائم بنفسه. طب هم لما يجعلوا صفة إذا معناها غير قائم بنفسه، يعني محتاج إلى إيه؟ إلى ذات يقوم بها. وحيلزم ما ذكرناه من إيه؟ من اللوازم التي قلنا الآن عليها. يعني حيكون العلم عالم، وحيكون العلم إيه؟ جاهل، وحيكون العلم قادر. حيكون لي عالم قلنا الصفة تقوم بمثلها أو بضدها، ضد العلم جهل أو بخلافها، خلاف القدرة، الحياة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام إلى آخره. هيؤدي إلى إيه؟ ضرب ثلاثة ثلاثة هيطلع صام تسعة. بالنسبة للنصارى، بالنسبة لنا إحنا سبعة ثلاثة بواحد وعشرين، ومش هنخلص. ده حيبقى العملية القسمة إيه؟ كبيرة. وكذا العكس، وهو باطل ومن دخول ما ده مش حاضر عند واحد وعشرين، وهو الواحد وعشرين برضه
قائمة بها بكل واحد منهم صفة، والصفة هتكون بمثلها او بضدها او بخلافها، تضرب الواحد وعشرين في واحد وعشرين والواحد وعشرين في واحد وعشرين، فحيدخل ما لا نهاية له من الصفات في الوجود. على ايه؟ على ان الصفة لو اتصفت باخرى للزم الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح ايه؟ باطل. ليه؟ اذ جعل احداهما، لما نجعل واحدة منهم موصوفة والاخرى صفة، بالله عليك دي صفة ودي صفة، فكيف نجعل الاولى موصوفة والثانية صفة؟ يبقى كأننا عملنا الاولى ذات وكده، فكيف يعني؟ ما الذي العلم صفة وايه، والعلم الثاني اللي قام به العلم صفة، فكيف نقول ان الصفة موصوفة؟ فبأي معنى رجحنا كونها موصوفة على كونها صفة؟ هذا ترجيح بغير مرجح، والترجيح بغير مرجح باطل، لانه حيلزم فيه حاجة اسمها اسمها اثبات المساواة ونفي المساواة، يعني اثبات النقيضين، لأن الترجيح يعني معناه ايه؟ مفيش مساواة. ولما نقول بدون مرجح يعني في مساواة، جمعنا بين ايه؟ بين النقيضين، ترجيح نفينا المساواة، عدم ترجيح يبقى في ايه؟ يبقى اثبتنا ليه؟ المساواة. واثبات الشيء ونفيه ايه؟ محال عقلا. وانت لما تيجي تقول كده يعني صفة واحدة موصوفة والثانية ايه؟ والاخرى صفة، دون ان تكون صفة للذات التي قامت بها الموصوفة، ودون ان تكون الموصوفة هي الصفة للاخرى، فهذا تحكم. فليتأمل، ما هتبقى عندك العدد غير متناهي في الصفات، ومش هتستطيع تخلي واحدة موصوفة ومش صفة، وهكذا حيبقى في هذه الحالة حيؤدي الى الترجيح او الى التحكم، والتحكم بدون سبب باطل برضه. وهو تعالى قد ثبت انه قامت به الصفات الثبوتية فلا يكون صفة لغيره، وطالما ثبتت له الصفات الثبوتية، والصفات الثبوتية عن الصفات الايه؟ اللي هي المعاني الوجودية الكمالات، فلا يكون صفة لغيره. فإذا لم يكن تعالى صفة لغيره وجب أن يكون ذاتا، وجب أن يكون ايه؟ ذاتا. فلا يستطيع إلى محل، وهذا هو المطلوب. واضح كده؟ يبقى وصلنا الى المطلوب، وهو اثبات انه تعالى ذات، واذا ثبت انه ذات فليس بمفتقر الى محل، وهذا معنى ايه؟ قائم بنفسه، يعني غير، اما ما عداه انت لست قائم بنفسك، العالم كله قائم به تعالى. يبقى هو تعالى غير قوموا الى صلاتكم وبعد كده نكمل. باب التعزيز
جماهير لا لازم نكمل المشروع. هم ناس الفلسفة هم ناس لو خدت بالها هم ناس هم كانوا نامين نفسهم علشان يعطلوا لا لا رايحين بس احنا عاوزين نطمئن فقط انه مفيش وضع شتاني. وبعدين هي مش مدينتهم يعني. والله لو عسكر من اللي على الباب قال له ما تشوفش ما تخسرش كان كده. ففي حاجه خفيه ورا في يد خفيه بتلعب. عاوزين نضيعوا هو اخره يا مولانا ودي. مين؟ اخره ايه ودي؟ هو من النوع القذر مش النوع النظيف يعني النوع الكويس يعني مش ده انا نفسي والله لو دخلت بيت مهندس ناصر ارفض المنبر الا استاذنت. لا ده انا ما اسمعش. ده دكتور امام امام رسمي يعني؟ رسمي يعني انا لو دخلت بيت مهندس انا تقدمت في الشرح شو قدامك؟ انا لو دخلت ووجدته ما كنتش هنتكلم على الذوق والتواضع والادب اللي هو انعدم ويتكلم فوق على الحجه وبعدين هو صلى. لا لا ما يصحش احنا بنعلم الناس الشرع واحترام المسجد ورئيس الجامعه يقول لك شيلوا له الامه قالوا اضربوه قلت له ينفع الكلام ده احنا بنقول للناس يتعلموا الاخلاق كده هيتهمونا ان احنا ناس مش مربي مش مؤدبين ومش على خلق وناس عندنا وهيقولوا علينا كل اللي عاوزين يقولوا هم عاوزين يعملوا كده. شوف انا بالعكس عادي صليت هو كان شيء ولا معلق بكل لكن ساعة وربع أو ساعة يقول لك قال أنا قصرت الخطبة عشان قال إيه إن دي السنة دي أمال لو أمال لو خدت من كم خلاف ساعة ثلاث ساعات وأساء كثير ولمع وغمز وهمز والله أنا ما عاوز أروح أخطب مش عشان حاجة عشان هو خطب عشان هيذكرني الوقوف مكانه به. انا عاوز خمس ست سنين عشان انسى الوقت او يجيب او يصنع منبر جديد غير الموجود. ها؟ شوف الناس هيقولوا علينا شوف الناس المجانين في منبر ويخطب عليه يعني مش هنسلم في الحالتين لو خبطنا تحت هيستهزئوا بنا ونشوف والسنة كده كان ناوي يسيب المنبر يخطب تحت نظرة كبيرة بدك تاخذ المال ده ما ينفعش ناظر مين ناظر لك عادي نظرة كبيرة عايزينها عشان تخلص مال ده بس تصور اه لا بحكي على الفرق بين المتناقضين والمتناقضين اه تناقض رفع الحكم تمام في التناقض ولا يعني مثلا زي ايه الحركة والسكون لا يعني ما يجتمعوش وما يرتفعوش يعني لا متحرك ولا ساكن ومتحرك وساكن دول ايه؟ مطلوبين. اما الضدين زي البياض والسواد. لا يجتمعان وقد يرتفعان. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. واسلم حاجه في النقيضين الاثبات والنفي. يعني زيد لا زيد. حياه لا حياه. علم لا علم. دول نقيضين. اما التنين عما من شأنه أن يتصف بهما يعني رفع الذكورة والأنوثة عن الإنسان من شأنه إنما لو قلت مثلا هذا الكرسي لا ذكر ولا أنثى أو انتفع عنه الاثنين لأنه ليس من شأنه الحجر والخشب أما ما من شأنه اللي هو يكون في حقه إيه رفعه من نقيضين لأنه لابد أن يتصف بأحدهما يعني مثلا انا اكون اما موجود واما معدوم لا اكون موجود ومعدوم ده من نقيضين لو اتصف بحدين ما يكون بالباب لو لم يتصف بحدين ما يكون بالباب ما خد الباب يعني هل انا موجود او معدوم حاجه من اثنين هل اكون موجودا ومعدوما لا يجتمعان هل اكون لا موجود ولا معدوم لا يرتفعان يعني لازم يثبت واحد يعني في تعامل بينهم اما الضدين البياض والسواد هذا الكتاب اما ابيض واما اسود واما لا ابيض ولا اسود هذا ايه لون ثاني لان ارتفع عنه ايه الضدين ممكن رفعه انما النقيضين لا استحاله عقليه خلاص في مواقف وفي شروط ثانيه واضح فعندك ضدين وعندك متخالفين وعندك ضدان ومتخالفان ونقيضان وايه تاني وتقابل عدم وملك في حاجه تاني كمان
لو قلت مثلا شوف كده الطول الطول والبياض دول متخالفين لا ضدين ولا نقيضين لانه يجتمع الطول مع البياض وممكن نمس الاثنين مع بعض لا ابيض ولا طويل بان يكون اسود وقصير يبقى الطول والبياض لا يقال نقيضين ولا ضدين ليه لان متخالفين لانه المتخالفين شوف كده علامتهم يمكن ويمكن يعني يمكن اجتماعهما ويمكن نفيهما والضدين لا يمكن ويمكن والنقيضين لا يمكن ولا يمكن شوف الاولى يمكن ويمكن الثانية يمكن ولا يمكن يمكن لا يمكن ويمكن والثالثة لا يمكن ولا يمكن ده يمكن ويمكن ده ايه متخالفين يعني يمكن اجتماعهما ويمكن نفيهما اللي هم ايه المتخالفين مثل كلها الطول والبياض واذا امكن نفيهما معا ولكنه لا يمكن اجتماعهما يسمى ايه ضدين واذا لم يمكن ولم يمكن يعني لا يمكن الاجتماع يعني الثبوت ولا يمكن الارتفاع يعني النفس بدول ايه نقيضين خلاص المحبة مثلا والكراهية بالنسبة للبشر ضدين وبالنسبة لله نقيضين يعني انت ممكن مثلا اذا كنت لا تحب الشيء اللي ممكن تقول هذا الشيء او هذا الانسان او هذا البيت او اي شيء تقول مثلا ايه اما ان تحبه واما ان تبغضه وممكن لا تحبه ولا تبغضه كانسان لا تعرف ماشي في الشارع لا تحبه لا تكرهه لا كده استفل اثنين اما بالنسبة لله لا يمكن ان تقول انا مثلا لا احب الله ما ينفعش ترفع الاثنين لان نقيضين دول انه لا بد هنا ده لازم مستحيل انك تنفي يعني تجمع الاثنين او تنفي هنا نقيضين اما بالنسبة للبشر ممكن نفيهما نعم لا احب زيدا او انسان ماشي بشار لا تعرفه ولا يعرفه ولم يتعرض لك بسوء لماذا تحبه ولماذا تكره وانتفوا ايه الاثنين وممكن يجتمعوا الاثنين انا احب الشيخ مصطفى وابغضه اذا احبه مثلا في بعض الصفات وابغضه في بعض الصفات هنا اذا ان نظرت مثلا الى علمه محبوب وان مثلا الى يعني قتله لحد او حد ما موضوع ثاني يعني اذا في جهتين في انفكاك في الجهة فيها الجهة المنفكة فيجتمع في الشخص الواحد اننا لا نبغض انسانا لذاته وانما لعمله لانه لذاته لا يمكن لانه مخلوق لله لكن انت هتبغض صنعة الصانع وانما نبغض اي الكافر لا نبغضه لذاته وانما لكفره وهو اخونا في الانسانين فبغض راجع الى ايه الى ما تعلق به من الكفر كما قال لا الى ذاته لانه ذاته هو لم يستدع كان كلمة يقولها الشيخ الشعراوي كلمة جميلة جدا قل الكافر هذا لم يستدع نفسه لإيه للوجود في الحياة يعني هل هو جاب نفسه فإذا الله تعالى يرزقه ويمده وسبب له وهو كافر به قال لأنه لم يستدع نفسه لو استدعى نفسه فهو مسؤول عن نفسه لكن استدعاه غيره الى الله فلازم يمد كلا نمد هؤلاء لازم طبعا مش من باب اللزوم لا لانه تعالى قال كذلك وما من باب الا على الله يعني الزم ذاته بذاته بنفسه ما فيش ملزم من الخارج وخلقه وقال تعالى الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى واختار هذا ولا بد من طالما اختاره وهو اختار لنفسه الكفر يبقى اذا من باب العدل الالهي ان يمده بالاسباب التي اختارها لنفسه قل من كان في الضلالة فليمدد له واما من ايه بخل فسنيسره ايه للعسرة والثاني فسنيسره ايه للعسرة
يبقى كل واحد اختار ربنا سبحانه وتعالى مكنه من الاختيار، وقبل ان يمكنه من الاختيار امده اوجده وامده بهذه الاسباب، وهو اختار. يبقى في هذه الحاله مين اللي حيمده؟ والا حنقول بخالق ثاني عشان للشر مثلا يمده، فهذا يمد وهذا يمد، وهذا ييسر له وهذا ييسر له، وهذا يعطى وهذا يعطى. ليه؟ لأنه لم يستدعي نفسه القضية، وليس يملك من أسباب نفسه شيئا، إلا أن الله مكنه من اختيار بين شيئين فاختار لنفسه الشقاء. في الحالة دي ربنا سبحانه يقول خلاص أنا حيسر لك وحمد لك الأسباب الهلاك اللي هي هتخلدك في النار أبدا، بناء على إيه؟ على طلبك، على رغبتك. ولا يظلم ربك ايه احد. يقول لي ربنا بيديله فيه ما هو القلم، وانا عاوز وانا مضحي بنفسي وانا عاوز اروح الله. ربنا يقول له لا، اذا كده حجر عليه منعه من الاختيار اللي عطاه له، لا انا حدي لك، بل حبعث لك ناس او رسل تأيدك في المسألة دي. انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم هزا، فهو في رسل للخير وفي رسل الشر. كان من ضمن الكلام اللي كان يقوله الشيخ الشعراني، يقول لك واشهد ان ابليس رسول الله. رسول الشر مين اللي مسلطه؟ ولكن الله يسلط رسله على ايه؟ على من يشاء. فده مرسل، وهو ابليس جاي من نفسه. مين اللي مكنه؟ فكم ربنا يسلب عنه اسباب الخلق واسباب كل شيء ويمنعه، ولكن لحكمه ومكنه وبين له. قد تبين الرسل وحذرك منه، لكن لازم يمارس عمله عشان تتحقق انت عن فعلا قوي وتستطيع تحمي نفسك. وانا حمدك بالعون، بس بشرط انك تطلبه اعاونك. اذا انا بعاونك وانت ترفض مساعدتي، كيف انا اعاونك؟ انا بمدلك يد العون وانت ترفض، لست تطلب. لو انت طلبت الاعادة يعينك الله، فالهداية هي دلتين، هداية الدلالة هداية التوفيق، هداية التوفيق اللي هي بتاعة المعونة، بتاعة المعونة دي المين اللي يطلبها، انما اللي يطلبهاش لا يمكن منها. وصلنا قلنا ايه بالنسبة لل طب نوصل للصفحة بس عشان اختلت الصفحات. نعم. ما هو المراد بقوله امرا نفسيا؟ فين هذا؟ اذ القبول امرا نفسيا قبله. واضح منك. ال بس انا اجيب الصفحة عندي عشان كنت حاطط ورقة ثم ايه ذهبت. ثالث الصفات القيام بالنفس، قلنا معنى القيام بالنفس يعني استغناؤه عن الايه؟ قيامه اي غناؤه في نفسه او استغناؤه في نفسه عن المحل، وعرفنا المحل معناه ايه؟ معناه الذات. وخد بالك هنا القيام بالنفس الصفه دي بعض الناس يعني ما يدققش عليها، يشرحها في كلمتين ويمشي كده ويركز عند القدم ويركز عند الايه؟ المخالف للحوادث، كل واحد ثاني يتكلم فيها
عندي هنا يعني صابرين حتى في كتب كثيرة. ولكن ايه فائدة مثلا السفري رغم انه مخالفته او قدمه او كونه تعالى واجب الوجود يغني عنها؟ حد يجاوب؟ يبقى القيام بالنفس ايه الزيادة الملحوظة فيه اللي هي مش موجودة في الصفات الاخرى؟ يعني مثلا هل ممكن ان نستغني بصفة المخالفة للحوادث عن القيام بالنفس؟ هي تستلزمها طبعا، كونه مخالف للحوادث لا تقوم بنفسه وهو قائم به بنفسه، لكن ايه المعنى المهم اللي هو موجود في تفصيلها؟ مهم جدا، ولا يوجد في صفة غيرها من الصفات السلبية. انه غير محتاج الى محل. ها؟ انه غير محتاج الى محل. يبقى القيام بالنفس يزيد على غيره من الصفات السلبية بنفي كونه تعالى صفة. هي الوحيدة دي اللي تبين لك أهمية القيام بالنفس. يبقى القيام بالنفس يزيد، يعني يزيد في الإضافة أو في المعنى، على غيره من الصفات السلبية في إيه؟ في نفي كونه تعالى ليس صفة. أما ما عداها ما يعطيك هذا المعنى، أو ما يعطيك هذا الإيه؟ القيد اللي هو اتكلمنا فيه. يعني فائدة ذكر أو عد القيام بالنفس من الصفات السلبية الذي يزيد عنه في التنزيهات، يعني كل الصفات دي تنزيهية، يعني تسلب عن الله تعالى معنى لا يليق. ما المعنى الذي تسلبه هذه الصفة عن الله اللي هو لا يوجد في الصفات السلبية الأخرى؟ نفي أن يكون تعالى صفة. أما نفي أن له مكان أو جهة أو فوق أو تحت أو يد أو كذا، كل هذه داخلة في المخالفة للحوادث. ونفي كونه مثلا لا يتعدى في الوحدانية، نفي كونه ليس بحادث رجع للقدم، نفي كونه غير ملحوق بالعدم أو الفناء رجع للبقاء. يجي إيه الحاجة الجديدة اللي استفدناها المهمة؟ ها؟ نفي كونه تعالى أنه ليس صفة، يعني بننفي أنه هو ليس صفة إنما هو ذات. دي منين نجيبها؟ لا نجيبها إلا في في الصفة دي اللي أنه تعالى قائم بنفسه، لأن قائم بنفسه ومعروف أن الصفة لا بد لها من موصوف تقوم به. ليه؟ إذ الصفات لا تقوم بنفسها. فإذا قلنا إنه تعالى قائم بنفسه، يعني معنى كده بنقول إنه تعالى ذات وليس صفة، وليس هذا التنزيه أن ننزهه تعالى عن ألا يكون ذات ويكون صفة، لا نجد هذا التنزيه إلا في هذه الصفة. فسامة إيه؟ جيدة. غيرها ما تعطينا، تعطينا تنزيهات وسلوك كثيرة لا عد لها ولا لا تعد ولا تحصى، انما ننفي، وده معنى مهم جدا، ده بيتعلق بجوهر واساس العقيده، لانه عند النصارى ما زالوا يقولون مذهب كبير، يعني مش النصارى كلهم، انه في النصارى عندهم ملكانيه ويعقوبيه، والان في ارثوذكس وفي بروتستانت وفي كاثوليك، يعني في طوائف اختلاف كبير في الاعتقاد. فمنهم فرقه او منهم طائفه كبيره تقول عن الأقانيم إنها صفات، ومع ذلك يقولون عن معبودهم إنه جوهر، وهو مركب من صفات لا من إيه؟ لا من ذوات. فكيف يقال جوهر؟ والجوهر معناه إيه؟ ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره. فيقولون جوهر يعني من الإيه؟ من النفاسة، وليس جوهر يعني من ايه؟ من كونه يعني له محل يقوم به. بوكر سمونا بيت، يعني
ما هي مصطلحات. نعم هل هي ما انت ممكن يعني كلمة جوهر يعني بمعنى ايه لو انت رجعت لها في القواميس هتجدها بالمعنى ده يعني شيء نفيس. يقولك ده بيبيع جواهر يعني حاجات ايه ثمينة ونفيسة. انما جوهر هنا هتجدها مولدة مش من الكلام اللي هو ليه معاني يعني من استعمال الصلاح. اصطلحوا على ان الجوهر اللي هو ايه والجسم والعرض دي اصطلاحات للمتكلمين لكن معناها في اللغة مش كده مش هو المعنى اللي احنا بنقوله ده في العرض والجوهر. هم رجعوا النصارى للمعنى اللي هو في اللغة في القواميس ولم يرجعوا للمعنى الاصطلاحي. لكن لما نخاطبهم ونناقشهم ونجادلهم بنكلمهم بالمعاني المصطلح اللي احنا بدرسناها. لما نقول لهم الجوهر معناه كذا والعرض كذا يجوا بعد كده ايه يقع في ضلالات وفي تخبيطات. لأن الله تعالى وصفهم قال ليه ولا الضالين وصفهم في آية واحدة بالضلال يعني وصف غريب في أول الآية في وسط الآية وفي آخر الآية. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا وضلوا ثلاث مرات في آية واحدة. قال لو وزع الضلال الذي في عقولهم عن الذات الإلهية وعن الصفات لما وجد الهدى طريقه إلى أحد. ما اليمين ضلال بطريقة عجيبة. ولو سألت 10 من النصارى عن اعتقادهم في المسيح تجد لكل واحد من 10 اعتقاد يخالف الآخر ويخالف 10 الأخرى والعشرة تخالف 100. يعني عند كل واحد تصور وتشويش وتخبط وما حبش عارف يحل له حاجه. وكل ما يروح لواحد من الكبار يديله تفسير كده يعني مسكن كده انما يزيل عنه العلل والحيره اللي في داخله. لا يخليه بس كده يتكتم وخلاص كده يعني ايه بعدين احنا قلنا لك اللي نقدر عليه والباقي مش عارفين. ومع ذلك يقولون كلام. ما واحد كان اسمه شيخ عامل في الكتاب بيقول ان قضية التجسس دي لا يقول بها التاريخ يعني في التاريخ كذب ولا العقل ولا المنطق كده لا التاريخ ولا العقل ولا المنطق ومع ذلك نصدق ونقول انها ممكنة ولو لم يقبلها العقل. وراح ختم بعبارة كده مثيرة الله وهي إيه؟ أن قضايا الإيمان فوق العقل. وقف عقلك خلنا نقول الكلمة الأخيرة دي الناس يروحوا مسلمين فلا وربك لا يؤمنون حتى ويسلموا تسليما. لكن احنا ما عندناش قضايا إيمانية فوق العقل بمعنى أن العقل يقول إنها مستحيلة. ما عندناش كده أبدا. لا شيء في الدين لا في العقيدة يحيله العقل بمعنى أن العقل يقول إن استقباله أو الإيمان به أمر مستحيل عقلا. لكن ممكن يعجز العقل عن تفسيره أو هو فوق العقل بمعنى أنه أنا أقر به لكن ما أستطيع الوصول إليه. ده ما ممكن. هي مواقف العقول. مواقف العقول لكن ما فيش حاجة اسمها إيه محالات العقول مش عندهم. يعني عند النصارى موجودة محالات عقلية عندهم وعندهم اجتماع النقيضين وعندهم ارتفاع النقيضين وعندهم ما هو شر من ذلك وما هو وكل ما ذلك أو ما وراء ذلك وما إلى ذلك نسلمه خلاص وخلينا كده ونكهد. وكيف يخلق الله عقلا يحيل الاعتقاد فيه؟ ما هم لا يناقشوها بعقولهم وإنما يتأثروا بعواطفهم ولهم أساليب أخرى. يعني هم أصلا ما رفضوا أن يناقشوها فقبلوها وأي شيء أنت ما تناقشوش هتقبله صح كده. متى تظهر الاستحالة العقلية؟ إذا عندنا ناقشوها. إنما احنا قلت لك ناقشنا أنا مش مناقش خلاص أنا مصدق. قال أخي أنت حر واحد أنت اخترت لنفسك الغشومية والضلال وافقت على أنك أنت تخدع. إيه نعمل لك بس يا عم فكر اقبل. راح قال لا انا مش هفكر ده القضيه دي مستحيله عقليا. يقول لك وليكن انا مؤمن بها. لا تقول له ايه بقى واحد يعني اعطي زي ما واحد بحمثلك انت لك عينين
يقول لك بص كده في الكتاب ده جميل وفي اوراق وفي كتاب تروح انت تغمض العينين يا عم انظر يقول لك لا انا مش انا خلاص ردود بيك على كده وعاجبني وانت بعمل لك هنا رغم انك انت لو فتحت وبصيت حلول على الكتاب ده ما ينفعش هو ده هو ده عقيده النصراني اي نصراني ولذلك شوف دقه القران غير المغضوب وكان سيدنا الشيخ المفتي كان يقول لنا كده كان يقول لنا المغضوب عليهم مين والضالين مين ولا النصارى كانوا ضالين والان مغضوب عليهم يعني الان واحد هذا الان اصبح دخلوا في مغضوب عليهم ثم تحالفوا مع اليهود وتعاونوا معهم فكلهم كلهم مغضوب عليهم يبقى فهمنا الان القيام بالنفس يعني معناه استغناء تعالى عن الايه عن المحل شرحنا المحل اظن بايه بما فيه الكفايه ايه السؤال اللي انت عايز تساله في سؤال قول فين الكلمة هنا انكفالة فينا اذا الصفة لا تقبل صفة اخرى تمام كده امشي معاي تقوم بها يعني الصفة لا تقوم بالصفة واضح هذا مفهوم والا لزم الا تخلو عنها او عن مثلها او عن ضدها هذا كله مفهوم ويلزم مثل ذلك في الاخرى التي قامت بها وهكذا اذ القبول امر نفسي يعني امر ذاتي يعني من خصائص ذلك ان تقبل اذا كانت الايه الصفة يلزم يعني هذا من اللوازم يعني من ذات الامر ان هذه يلزم فيها مثل هذا لان الامر ذاتي يعني ما في فرق بين هذه وهذه فامر نفسي يعني يرجع الى ذات الصفة من نفسها او من طبيعة او من شأنها اذا كانت كذلك ان تقبل او لا تقبل مفهوم كده اقانيم يعني بيقولوا على هي كلمة يونانية كلمة اقنوم كلمة مش عربية كلمة يونانية ويعنون بها ان الذات مركبة يعني معناها ايه أبعاد أو أجزاء كلمة يونانية مش كلمة عربية وصلنا إلى الآن إلى الموضوع ليه المخصص أما أنه تعالى لا يحتاج إلى محل شرحت خلاص وردينا على موضوع مين النصارى في مسألة ليه الأقانيم وهكذا إذا القبول أمر نفسي يعني أمر إيه ذاتي يعني يلزم ما يلزم فيما إيه سبق لا بد خلاص كل ما قلنا وهكذا ودون أن تكون الموصوفة هي إيه الصفة حناصل بس ودون أن تكون الموصوفة هي الصفة الفتح وهو تعالى قد ثبت وقفنا هنا قد ثبت أنه قامت به الصفات الثبوتية فلا يكون صفة لغيره لأنه لو ثبت قيام الصفات السلبية فقط مش هينفع لابد من إثبات إيه الصفات الإيه الثبوتية اللي هي صفات المعاني وطالما قامت صفات المعاني بالذات لا يكون تعالى صفة بل يكون إيه ذاتا فوجب أن يكون ذاتا يعني إيه فوجب ألا يفتقر إلى محل وهذا هو المطلوب يعني هذا هو المطلوب إثباته اللي هو استغناؤه تعالى عن المحل وأما أنه تعالى خلاص كده هنصل إلى الآن إلى الإيه مخصص. إلى المخصص طيب قلنا ممكن واحد يقول إيه القيام بالنفس ده مش كان ممكن يستغنى عنه بالقدم نفسي ممكن وهو قديم معناه ايه لا اول له ولا اخر ومعنى انه قديم يعني قائم بنفسي خلاص لابد كده منه فده بيقولوا عليه التزام او استلزام احنا قلنا عدم كفاية دعاء
دلالة التزام في علم التوحيدين المسائل الاعتقادية وعودة تفصيل ونفصل كما فصل الشارع ونجمل كما أجمل الشارع. فيبقى هنا مش هنكتفي بدلالة التزام، يعني هنذكر التفصيل لأن الموضوع مهم، والتفصيل ورانا حاجة مهمة اللي هو نفي أن يكون تعالى صفة، ولولا التفصيل ما كان نفينا عنه هذا المعنى. وأما أنه لا يفتقر إلى مخصص، افهم كده معنى مخصص يعني ايه؟ فاعل مؤثر موجد، يعني فاعل او مؤثر او ايه او موجد. فلما يلزم يعني لو افتقر تعالى الى فاعل يعني موجد او مؤثر هيلزم على يلزم ايه؟ يلزم الحدوث كما مر في القدم. وعشان كده قلت لك انا ايه ممكن يستغنى بالقدم عن القيام بالنفس، بس مش في الجزئية الاولى اللي هي الاستغناء عن المحل، انما في الاستغناء عن الايه عن المخصص يعني الفاعل، لان القديم لا افتتاح لوجوده، لا اول لوجوده، يعني لم يسبق وجوده بعدم، فلا يفتقر الى فاعل او مؤثر، لان الذي يسبق وجوده بعدم هو الذي يحتاج الى مؤثر او الى فاعل او الى موجب بمعنى مخصص، لانه ما لم يسبق وجوده بعدم يعني له ازلية الوجود، فلا يحتاج الى ايه الى مخصص، لان هذا المخصص الفاعل اما ان يكون سابقا عليه، واذا كان سابق عليه هيلزم ايه سبق الاله بايه بالعدم، وحيرجع الى كونه تعالى ايه حادثا كما مر نفس الادله اللي قلناها في ايه في القدم. ولذلك قال الشيخ رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلمه بيقول هنا في المتن ايه يقول وهي القدم بالذات فاعلم والبقى قيامه بنفسه نلت التقى. نلت يعني أدركت، يعني أدركت، التقى يعني التقوى، يعني دعاء بأن يميلك أو تحصل هذه الصفة أو هذه الدرجة اللي هي درجة مين؟ درجة المتقين، وهي امتثال المأمورات بالتقوى يعني فعلا والمنهيات تركا. ما ينفعش نقول كده امتثال المأمورات والمنهيات، لو عطفناها بالطريقه دي معناها هنفعل المأمورات ونفعل المنهي، لا، الامتثال هنا عباره عن فعل وهناك عباره عن ايه ترك، عن ترك. والحاصل ان التقوى في الاصل، التقوى في الاصل ايه في اصل المعنى، بل التقوى دي في اصل المعنى قلة الكلام اصلها كده. والمتقي فوق المؤمن والطائع، يعني المتقي ده اعلى درجة من المؤمن واعلى درجة من ايه من الطائع، لان الله تعالى وصف بها الاولياء الذين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا، يعني درجة زيادة على الإيمان، آمنوا وكانوا، والإيمان من مقتضياته الطاعة، هو مطيع لكونه مؤمن، تبقى زيادة أيضا صفة التقوى على كونه مطيع. إن المتقي فوق المؤمن والطائع. شوف الآية في البقرة، زين للذين كفروا إيه؟ حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. إذا التقوى فوق درجة إيه؟ فوق درجة الإيمان. يعني معناها منزلة أعلى. غاية. ولذلك المتقي فوق المؤمن والطائع هو الذي يتقي بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالى. إن معنى يتقي يعني أصلها يتوقع يعني يحذر. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أبي بن كعب رضي الله عنهما عن التقوى فقال يا أمير المؤمنين. بيسأل سيدنا عمر السائل وأبي بن كعب هو الايه؟ فقال هل أخذت أبي بيقول بيوضح لسيدنا عمر بطريق الايه؟ طريق وقفي. هل أخذت طريقا ذا شوك؟ يعني اتخذت طريق في أشواك تمر فيه؟ فقال نعم. قال فما عملت فيه؟ قال شمرت وحذرت. قال فذاك التقوى. انا شمرت كده وجيت على حذر, هو دي التقوى, ان تكون على حذر من الوقوع فيما ينالك بسببه ضرر. يعني شبه المعاصي والآثام والذنوب بالشوك. واذا انت مريت في طريق كله أشواك تعمل ايه؟ شمر وحذر. تبقى تشمر وبعدين ايه تكون على ايه؟ حذر. قال فذاك وهي جماع الخير كله, وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين, وهي خير ما يستفيده الإنسان. تعالى كده وصية الله تعالى لمين؟ للأولين والآخرين. من جيل الدليل؟ ولقد وصينا الذين في الكتاب ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله قبلنا ونحن أن يتقوا الله. فهذه وصية الله تعالى للأولين والآخرين. وإذا ذكر القرآن, إذا ذكر البيان بلفظ الوصية يقولون إن الوصية أشد من الأمر. لم يقل تعالى ولقد أمرنا, وإنما قال إيه؟ لما يجد كلمة وصينا يبقى المسألة مهمة جدا, أقوى وأشد من الأمر. كما جاء في شأن الوالدين ووصينا, تمام كده, وكما في الوصايا العشر ذلكم وصاكم. ولما يكون انت واحد مسؤول كبير وعاوز يصدر أوامر مهمة يجيبها ايه بالوصية, يقول أوصيتكم. وسيدنا إبراهيم كان خايف شدة الخوف, وذلك قال تعالى ووصى, ولم يقل وأمر أو وذكر أو نبه, وإنما قال ووصى بها إيه؟ إبراهيم. فالوصية دي أشد. ولذلك لما يكون واحد عنده حاجة مهمة عاوز يتركها بعد ما ماته يكتب إيه؟ وصية. مش أمر. ليه؟ لأنه لو أمر ممكن إنما تقول حق أوصيكم أخذ بقى, يعني يعيد ويزيد في الكلام معناه عنده إيه؟ وصية. وصية كل ذات, وصيتك الزرع, وصيتك الاولاد, وصيتك الجارية, وصيتك ايه؟ وصيتك العيال, وهكذا. اذا يستعمل كلمة الوصية لما يكون الامر ايه؟ امر مهم. والمتقي هو المعبر عنه في عرف الشرع بالايه؟ بالولي. ولا يشترط فيه اظهار الكرامة. يعني انت في ناس تفهم انه الولي اللي ما عندوش كرامة مش ولي, لا, اللي ما عندوش تقوى مش ولي, بس كده. لأن الله تعالى لم يقل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا مثلا يتسولون, لا, وكانوا مثلا على الناس ينصبون, وكانوا في الهواء يقومون, وكانوا في الدين يشددون, لا, وكانوا إيه؟ يتقون. يبقى شرط الولاية مش الكرامة, التقوى. وإنما أعظم كرامة هي الاستقامة على الشرع, هي دي الكرامة الحقيقية. إنما الكرامة إن ظهرت ممكن تظهر على يد رجل ليس له في الولاية قدم. ممكن إنسان صالح عادي يعني تظهر على إيده, يعني ينجيه الله من ورطة أو سموها معونة, يعني الشرط إنها ذا الكمل من الاولياء ما تجدش عندهم مربوط بالكرامات, بل ينفروا منها, خلاص كده. اما هي ثابته لهم, لكن لا ننفيها عنهم, لكنهم ايه, لكنها ليست شرطا في الولايه. واثبتها من اولياء الكرامه ما ده معنى ثاني. انما هل يشترط
لنثبت ولايته أن تظهر على يديه كرامة؟ لا، أعظم كرامة أن يكون مستقيما على شرع الله. فإذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء وليس متأدبا بأدب الشرع فلا تغتر ولا تلتفت إليه. وأبو يزيد بن سلمة من كبار الأولياء، لما راح الرجل وراح بصق في القبلة قال قم بنا ليس مأمونا على أدب، أدب من أدب الشرع، فكيف يؤتمن على الولاية؟ هو تفكير على الأدب ده درجة كبيرة. هو رب العز والجلال واحد يصق في القبلة ده بفحش واحد يعني في الجهة اللي فيها الضيوف، في الجهة المقدسة اللي فيها الأدب. وحتى في قضاء الحاجة أمرنا إيه؟ أن لا نستقبل القبلة ولا نستقبل. أدب من أداب الإيه؟ الشرع. يبقى المتقي والمعبر عنه بإيه؟ بالولي. ولا يشترط فيه إظهار الكرامة، لا يشترط إظهار، لكن إذا ظهرت مش معناها يشترط عدم، افهم ذلك. ولا يشترط فيه إظهار الكرامة، إنما يشترط فيه التقوى. الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وانظر إلى قوله تعالى أتقاكم ولم يقل إيه أعلمكم ولا أشجعكم ولا أفصحكم ولا أجملكم ولا أنسبوا إلى غير ذلك. يعني ذكر إنه الكرامة يعني هنا إيه بمعنى المنزلة والدرجة أتقاكم. ومن كلامه أيضا من الكلام في هذا الموضوع عليك بالتقوى، يقول قال أستاذنا المؤلف في تحفته نعم تحفة الإخوان، أستاذنا المؤلف يعني شيخه، يكلم شيخ السبيع عليه السلام، يقول من كلام عن كلام الشيخ الدردير ولي في التصوف ولي في الكرامات ولي في الله. عليك بالتقوى بها الضعيف يقوى، وتلك تقع عليها الوصية من العارفين قديما وحديثا. قد وقع أن شخصا من الإخوان سأل الوالد في مرض موته دعوات صالحة فقال له عليك بالتقوى. تعرف الإمام نافع أحد الأئمة السبعة، أما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلة. لما حضرته الوفاة قالوا له أوصنا، فشكر له منه اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وما شوف الوصية اللي قالوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال الإمام الرازي التقى والتقوى واحد، وهما لغة بمعنى الاتقاء، وهو اتخاذ الوقاية، أي ما يقي الشخص يعني يحفظه ويحول بينه، زي ما أنت بتتخذ درع واقي يعني يقيك من إيه؟ من الضربات، يعني يحفظه ويحول بينه وبين ما يخاف مثل الترس ونحوه في الأجسام. فكأن المعنى التقي يعني الذي جعل بينه وبين المعاصي وقاية تحول بينه وبينها من قوة عزمه على تركها واستحضار علمه بقبحها. نقله الشيخ عبد السلام اللقاني في شرح الجزائرية. الشيخ عبد السلام اللقاني اللي هو ابن مين؟ ابن الشيخ إبراهيم اللقاني، وله كتاب اسمه فتح المجيد لكفاية المريد شرح اللامية الجزائرية في العقائد للشيخ عبد السلام ابن إبراهيم اللقاني. له لامية وله كتاب، قال في هذا الكتاب هذا الكلام الذي نقل عنه، وهذه الجملة للشيخ قالها في المسك نلت الثقة جملة إنشائية ولا خبرية؟ إنشائية في المعنى. خلاص قصد بها الدعاء لمن حاول معرفة صفات الله تعالى. وتكملت هذا البيت كأنه قال اللهم اجعله محصلا للتقوى، زي في نظير كده في آية كده تبين لك المعنى. وغلملت التقى هذه جملة إيه؟ إنشائية، ولكن يراد بها الدعاء.
زي ايه؟ عارف لما سيدنا موسى في سورة القصص قالت احداهما يا ابت استأجره ان خير، فلما جاءوا وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت. هذه الجملة مش خبرية، لسه ما عرفش ولكنه هي جملة دعائية، كأنه يعني يدعو له بالنجاة. اللهم نجيه واحفظه من القوم الظالمين. لا تخف نجوت من القوم الظالمين، ما يخبره أنه نجا، إنما يدعو له إيه؟ بالنجاة. بالنجاة. لذلك بعض القراء لما يجي يقرأها كده نجوت، يعني كأنه يتضرع إلى الله، يعني يقول لك إيه؟ سلمت من القوم، يعني اللهم سلمه. أو لما أقول لك حفظك الله، هل أنا أخبرك ولا أدعو لك؟ أدعو لك بالحفظ. وكذلك جملة رضي الله تعالى عنه ممكن نقولها البعض، رضي الله عنا جميعا، يعني اللهم ارضى عنا، ما فيش مانع بكده. إنما لو كانت خبرية ما ينفعش نقولها إلا في حق مين؟ أصحاب رسول الله. ليه؟ لأن القرآن أخبرنا وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى كده ماشي لأنه جاء إخبار. إنما أنا شعرفت إن هنا إذا قلنا على غير الصحابة معناها دعائية. أما بالنسبة زي مثلا رحمه الله جماعة التيمجية ويقول لك ايه، لا مجيش رحمه الله ولا مرحمه، يروح يكتبوها كده شفتهم في مكة ولا يقول لك ايه صلاها على فلان الميت يعني، ولا يقولون رحمه الله عشان يقول لك انت تعرف ممكن تكون من اهل النار، فيقولون ايه فلان يرحمه الله. شفت ايه يا رب يخلي امور رحمه ليه، هم جابوا قعدت عرفت المستدر كده. فأنا بقول لكم مش بتعرف تفرق بين الخبر والإنشاء. اللي احنا بنقولوه ده إنشاء مش خبر، واللي انتوا فاهمينه ده ان احنا بنخبر على انه ايه رحمه الله، لكن لا، من ذا الذي يتألى على الله؟ ده التألي انما احنا نقولها على انها جملة ايه دعائية، إنشائية دعائية. وما في القرآن لا تخف نجوت من القوم الظالمين، يعني اللهم نجيه واحفظه من القوم الظالمين. وكثير في القرآن من المعاني كده، مش كده؟ كثير. حد عنده ها؟ مين؟ لا بس يعني ايه التكلف اللي يقول لك فلان يرحمه الله، يرحمه ها؟ اي ما هو دعاء، دعاء ما هو يعني زي حفظك الله، يعني اللهم احفظه، لان الله تعالى لم يقل يرضى الله عنهم، ده قال رضي، ما قالش يرضى، وانما قال ايه رضي، هل قال يرضى ولا قال رضي؟ فنفرق بين الانشاء وبين الايه وبين الخبر. نعم. ومن دخله هذا جاء في صيغة الخبر ولكن يراد به الانشاء، يعني ومن دخله فامنوه، كقوله تعالى والوالدات يرضعن، ما ينفعش نقول ده خبر، هي جاءت في صيغه الخبر، انما معناها انشاء، يعني ايتها الوالدات ارضعن، بدليل قوله تعالى لمن اراد. لو كان خبر كيف نقول لمن اراد؟ خبر يعني معناها كل نحن. انما اذا جاء الامر فيه فالانشاء كده يبقى معناها هذا ايه، هذا انشاء وليس خبرا. وبعض الناس لا يفرق فيظن مثلا ان قوله تعالى ومن دخله فهذا اخبار من الله تعالى، ولو كان هذا اخبار حدث قتال وفي ايات اخرى قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم، وحمزه يقول فان قتلوكم فاقتلوهم حتى فعل. كيف يكون الرجل، كيف يقتل الرجل، او كيف يكون يعني يكون الرجل قاتلا بعدما قتل؟ فان قتلوكم، فقال شوف اللغه العربيه يعني فان قتلوا بعضكم، يعني شوف الترابط يعني ما هو علم في الكفر. يبقى فهمنا كده ايه المتقي
والدليل على أن المتقي في عرف الشرع هو الولي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكل من كان أقرب أشد وفالا كان أشد خوفا ومراقبة وأدبا مع الله تعالى. وعليه قول بعض العارفين: والذي يرجو مواصلة فليعانق جل آدابي. يعني هنا كلما الإنسان ازداد في التقوى ازداد ايه في القرب والمواصلة. لأن المتقين التقوى درجات، وأعظم الناس في هذه الدرجات أو أعلاهم أو أكملهم إنما هم مين؟ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والولي الذي يصل بفضل الله تعالى إلى المراتب العليا، والذي توالت عليه النعم من ربه، والحفظ في القلب وجوارح النزلات. إنما قال بفضل الله لأن الراجح لينا قال بفضل الله جميل جدا، لأن الراجح أن الولاية كالنبوة غير مكتسبة، ولم تكن نبوة مكتسبة ولو إيه رقى في الخير أعلى أخذه. كذلك الولاية في الأصل هي إيه زي النبوة، منحة من الله تعالى، إنها درجة، والدرجات دي يعني هو ربك سبحانه وتعالى اللي يرفع بعضنا فوق بعض. نعم. الولاية عامة وخاصة حتى في غير الأنبياء، حتى في غير الأنبياء. الولاية العامة معناها إيه؟ كل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فدخل في الولاية العامة. أما الولاية الخاصة اللي هي المرتبة اللي هي مراتب السبع، فأي مؤمن ولي الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.